نادي مدينة ريرزا بدا متعطشا لانتصار في الجولة 19، إلا أن خصما كبطل الدوري الجريح لا يمكن لأبناء روسو أن يكون طموحهم أمامه يصل حد الانتصار على نجيلة شيخ بيدية. وقف القادمون من روسو ندا للبرتقالي وهم يقفون على حافة الخروج من دوري الأضواء. بالمقابل دخل رفقاء يعقوب سيدي المباراة في مركز سابع لا يليق بالبطل، وعينهم على فوز يمنحهم المركز الرابع. بطل الدوري الذي عانى كثيرا في الدرجة الأولى هذا الموسم خاصة في مبارياته الأخيرة تجددت معاناته أمام أبناء روسو الذين طالما كانوا ندا قويا لكبار الدوري، إلا أن هزيمة الفوز لدى أبناء الكاميروني موريل أسفرت عن هدف أمضى عليه يوسف جي في الدقيقة 72، يخرج بذلك أبناء المدرب الكاميروني جويا بأمل شديد وهم رابع الترتيب ب 32 نقطة. هنا بدا الأمل لدى رفقاء عبد الله جي وجودا في المنافسة من جديد على اللقب بعد انتهاء مباراتهم 19 بالفوز، وهم وحدهم من تغلب هذا الموسم على متصدر الدوري وأبرز المرشحين للقب تفرغ زينة تحت أنظار جماهير خفيرة شهدت تلك المواجهة بملعب شيخ بيدية. وبملعب شيخ بيدية أيضا لم يوقف أبناء الساحل الكينغ الذي خطى خطوة مهمة بالتغلب على أبناء واديبو بثلاثية نظيفة مساء أمس، استعاد بها الكينغ مركزه الخامس في سلم الترتيب بعد أن رفع رفقاء محمد جيد رصيدهم من النقاط لإحدى 31 نقطة. أما أبناء كريم جلو فتواصلت معاناتهم بهذه الخسارة بعد خيبة الخروج من الكأس على يد العميد، وإن بقت فرصة البقاء بين الكبار بين أقدام لاعبي الساحل ثالث ممثل واديبو بالبطولة الوطنية الذي تجمد رصيده بعد هذه الخسارة عند النقطة 19 في المركز 11.